للمزيد معنا من واشنطن الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة شريف عثمان. سيد شريف، مرحبا بك. ماذا بإمكان بايدن أن يفعله من أجل تعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار كما يقول؟ أهلا بك. الرئيس بايدن يبذل الكثير من الجهد خلال الشهور الأخيرة لتخفيض أسعار الطاقة، ولكن أغلب جهوده مركزة على الداخل. هو حاول التنسيق مع دول الخليج، وحاول إقناع الدول الأوروبية بأنه سيوفر لهم إمدادات مكثفة من الغاز، ولكن هذه الأمور لم تجدي حتى الآن، وما زالت الأزمة تتصاعد في أوروبا. الرئيس بايدن يعني يلاقي بعض المقاومة من الداخل فيما يتعلق بزيادة الإنتاج من النفط والغاز، تحديدا المنتجات الصخرية. العديد من المؤسسات المالية تمتنع عن تمويل مثل هذه المشروعات، وبالتالي ليست الأمور ميسرة له. ويعني يجب أن نأخذ في الحسبان أنه حتى الآن لم تعد إمكانات الإنتاج كما كانت قبل أزمة كوفيد، وبالتالي الداخل الأمريكي متعطش لمزيد من النفط والغاز. طيب، ولن يستطيع بايدن إمداد أوروبا قبل حل مشكلة الداخل. وماذا عن الوفاء بوعوده لحلفائه الأوروبيين سيد شريف؟ هو سبق أن تعهد بأن يقف إلى جانب الأوروبيين، هل لديه أي خيارات خارجيا للضغط على بعض الدول من أجل إمداد أوروبا؟ أعتقد أنه لديه بعض الإمكانات للضغط، وهناك جهود مع دول في الخليج مثل قطر، وأعتقد هناك إمكانية لأن تكون مصر أحد البدائل المتوفرة في الوقت الحالي، وأيضا أوروبا تمارس الضغوط على بعض الحلفاء في شمال أفريقيا، يعني الجزائر تحديدا. كانت هناك زيارة اليوم لرئيس المجلس الأوروبي للجزائر وقبل الرئيس تبون، وأعتقد أن هناك تكثيف للتعاملات أو التجارة في النفط بين البلدين. أيضا إيطاليا اتصلت تليفونيا بالرئيس الجزائري الأسبوع الماضي، وأيضا ماكرون كان في الجزائر يوم 25 أغسطس. كلها أمور تشير إلى أن أوروبا تولي الجزائر أهمية كبيرة. وكانت أيضا هناك، يعني يجب أن نذكر أنه كانت هناك تصريحات قبل أسبوعين أن الدول الأوروبية والكبرى تحديدا استطاعت تدبير أكثر من 90% من احتياجاتها للشتاء القادم، وبالتالي يعني الأزمة ليست كما تبدو في ارتفاع الأسعار والضغوط، وإنما هم ينظرون نظرة مستقبلية لما ستكون عليه الأمور خلال العام القادم، حيث لا يتوقع أن تنتهي الأزمة تماما إلا بنهاية 2023 حين يستغنى أغلب الدول الأوروبية عن الغاز الروسي. ولكن هناك من يشكك في تصريحات المسؤولين الأوروبيين في أنهم ربما لديهم ما يكفي من الطاقة خاصة خلال فصل الشتاء. ألا توجد هناك مخاوف سيد شريف في حال لم تعثر الدول الأوروبية على خيارات أن تراجع حساباتها مع الجانب الروسي؟ هذه النقطة يعني تمثل معضلة كبيرة، هي سياسة عض أصابع أو يعني كما نقول في مصر سيب ونسيب. أعتقد أن الدول الأوروبية ليست مستعدة الآن للتخلي عن العقوبات، ولو استعدت هي فإن الولايات المتحدة لن ترضى بذلك. الولايات المتحدة مصممة على المضي قدما حتى النهاية، حسب ما أعتقد حتى نهاية من تسبب في بدء الأزمة ومن اتخذ الخطوات التي أشعلت النيران وتسببت في وفاة أعداد كبيرة من الأبرياء. أعتقد أن الولايات المتحدة لديها بعض الخطط فيما يتعلق بمنع الدول الأوروبية من إلغاء العقوبات، وبالتالي هذا أمر غير متوقع في المستقبل القريب. كيف يؤثر قرار أوبك بلاس اليوم والدول المنتجة على ما يجري؟ القرار يعني أعتقد أن له تأثير معنوي أكثر من تأثير حقيقي، فالزيادة المقترح تطبيقها اعتبارا من شهر أكتوبر 100,000 برميل شهريا، وهي يعني 100,000 برميل يوميا، وأعتقد أنها
يعني زيادة طفيفة جدا، وبالتالي التأثير الأكبر هو معنوي، لأنهم يقولون أننا ما زلنا قادرون على التحكم في الأسعار أو الإبقاء على أسعار النفط عند المستويات المرتفعة، حتى لو كانت هناك ضغوط من بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة لزيادة الإنتاج. أعتقد أنه يعني نوع من إثبات الذات والابتعاد عن الهيمنة الأمريكية المفروضة حاليا. شكرا جزيلا لك سيد شريف عثمان، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة من واشنطن. شكرا لك.